أما من ناحية الحياة الاجتماعية وما كان عليه الناس في بيعهم وشرائهم ونكاحهم، فكانوا على أسوأ حال من ناحية الخمر والميسر والاستقسام بالأنصاب والأزلام، وكانوا يتطيرون ويستقسمون بهذه الأزلام، وهذه الأزلام أحجار وودع من الودع وهو بعض الصدف هذا، ويستقسمون به ويجعلون بعض الأوراق المكتوب فيها نذهب أو لا نذهب، ثم يستقسمون بها، فإذا خرج لا نذهب تطيروا ورجعوا ولم يذهبوا، وبعضهم يتطير بالطير إذا أراد سفرا ورأى الطير ذهب ذات اليمين عزم على السفر وتفاءل، وإذا رآه ذهب ذات الشمال تشاءم ورجع ظانين أن ذلك يؤثر، وكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن مدبر الأمر الذي بيده كل شيء هو الله سبحانه وتعالى.